ده بنشوف بقى المشاغب شريف، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، سعيد. انت شايف كارتيرون هيحافظ على نفس التشكيل ونفس طريقه اللعب، ولا متوقع يتغير بفعل انه تاون شيب هيكون هو رقم مختلف؟ خليني بدايه، طالما حضرتك بدات بكارتيرون، يمكن احد اهم صفقات النادي الاهلي الموسم ده التعاقد مع باتريس كارتيرون، مدرب رائع جدا، تحدث عن النادي الاهلي بشكل رائع قبيل حتى التفاوض معاه. جه واضح جدا جدا انه قريب من الاجواء الدوري، راجل مش غريب على النادي الاهلي. يمكن انا كمان عايز احييه على قرار، هو متاخر شويه بس ما كانش في فرصه بقى، حييته عندي على الصفحه، عايز احييه هنا، قرار استبعاد احمد حمدي من يقوم لعيب عنده 18 19 سنه، فكان قرار رائع من باتريس كارتيرون. زي ما بيقولوا كده ايه، مشي في خط النادي الاهلي بدري بدري. انا شايف ان المباراه اللي جايه عنق زجاجه، وان شاء الله مستر كارتيرون يمكن حضر قوي قوي كمان واتفرج على ماتشات هو وكابتن محمد يوسف، بدا كمان يدرس نقاط القوه والضعف من المباراه الاولى كمان من قبلها وبدا يشتغل عليها. انا شايف ان المباراه الجايه ان شاء الله هتكون هي الخروج من عنق الزجاجه الافريقي، لان انا شايفها مباراه الصعود ان شاء الله.